الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم من جديد. رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد الهاشمي الوزير يؤكد اليوم أنه سيتم في غضون 10 أيام اتخاذ القرار المناسب حول جواز استخدام لقاح استرازينيكا في تونس من عدمه، مؤكدا أنه في حال أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم جواز استخدامه فأن تونس سوف تتبع توصياتها. وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء القرار سيتخذ بعد تقييم النشريات العلمية والدراسات حول الأعراض الجانبية لهذا اللقاح. من جانب آخر أفاد الهاشمي الوزير أن تونس ستحصل على كميات إضافية من لقاح فايزر تقدر ب 2 مليون جرعة خلال الثلاثية الثالثة من السنة الجارية، وأضاف أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الترفيع في عدد مراكز التلقيح إلى حدود 39 مركزا، بالإضافة إلى تسخير فرق تطعيم متنقلة لتلقيح المسنين بالمناطق النائية. وزارة الصحة تفيد اليوم أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد كورونا بلغ إلى غاية اليوم 38 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا 239,398 شخصا، من بينهم 41,961 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن في بلاغ له اليوم أنه تم تقديم تاريخ صرف الجريات إلى يوم الخميس 22 من أفريل الجاري بدلا من التاريخ الاعتيادي المحدد اليوم 25 من كل شهر، وذلك لتزامن هذا التاريخ مع عطلة نهاية الأسبوع. تونس تتراجع بنقطة واحدة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2021 الصادر سنويا عن منظمة مراسلون بلا حدود، وحلت في المرتبة 73 بعد أن كانت في المرتبة 72 في تصنيف العام الماضي. ويعود هذا التراجع إلى تنامي خطاب الكراهية ضد وسائل الإعلام حسب ما جاء في تقرير المنظمة. المعهد الوطني للتراث ينهي الحملة الأولى للكشف عن مقبرة قديمة بمدينة سوسة في محيط موقع دواميس الرومانية، وقالت الباحثة هاجر الكريمي في مقال نشرته على الموقع الإلكتروني للمعهد أمس أن هذه المقبرة القديمة تم اكتشافها عن طريق حفرية إنقاذ على حقبتين تاريخيتين متتاليتين ومتقاربتين، هما حقبة ما قبل الفترة الرومانية الإمبراطورية والفترة الرومانية الإمبراطورية، في انتظار نتائج دراسة اللقى الأثرية والتحليل المخبري لبعض المواد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم سمية حمدي، إلى اللقاء. موجز الأخبار على الحياة فاهمة.